تتحرك مجموعة الثوار باتجاه البحوث العلمية في حلب الجديدة تمهيدا للسيطرة عليها. المعركة بدأت باقتحام آليات ثقيلة تابعة للثوار معامل الكرتون التي تتمركز فيها قوات النظام وعدد من المجموعات الموالية له. الكتائب المقاتلة توزعت في معظم المناطق المطلة على البحوث العلمية والمناطق الغربية للمدينة، وتأتي هذه المعركة استكمالا لما أطلق عليه الثوار سابقا معركة القادسية. الثوار هنا يواجهون مشكلة بسلاحهم، لكن سرعان ما يتغلبون عليها، لتستمر الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام، وننتظر الكشف عن نتائج المعركة.